عن جديد بحييكم مشاهدينا وموضوعنا هلا الاختصاصات الجديده بمعهد العلوم الاجتماعيه بالجامعه اللبنانيه، ورح نحكي عنها اكثر مع عميده معهد العلوم الاجتماعيه الدكتور مرلان حيدر نجار. اهلا وسهلا فيك دكتور نجار. اهلا فيك. الاختصاصات الجديده هي سباقه، هي سابقه من نوعها مش بس بالجامعه اللبنانيه انما ايضا بالجامعات الخاصه بلبنان، خبرينا اكثر عن الموضوع. اول شيء مسيكم يا هلا، وبشكركم على استضافتكم. الحقيقة أنا اليوم حابة أني طلت أني أحكي عن معهد العلوم الاجتماعية بالجامعة اللبنانية، هالمعهد اللي أوجد بتحفيز من بعثة إرفد من عهد الرئيس فؤاد شهاب بالـ 59، واللي هو نوجد أكتشلي مشين نظراً لدوره أنه يكون عنده دور فعال بالتخطيط التنموي من خلال الدراسات اللي ممكن يعملها ويفيد فيها المجتمع وقطاعات المجتمع اللبناني تحديداً. هيدا المعهد اللي هو موجود بخمس محافظات على كل الجغرافيا اللبنانية، هو اليوم بطور إعادة تفعيل دوره من خلال تطبيقه لنظام الـ LMD. مثل ما بنعرف نحن انه نظام الـ LMD بالجامعات هو قائم على جدالية نوعا ما ارتقائية، نحن بنقول بين سوق العمل والبرامج الأكاديمية. نعم، من حاجة يعني. نعم، نظرا صحيح. من هالمنطلق عندنا الدور معهد العلوم الاجتماعية بالوقت الحاضر قائم على تفعيل هالمسترات اللي عندها او ايجاد او خلق او استحداث مسارات اللي عندها الطابع التمهيني المهني مسار بروفيسيونيل، لأنه نحن من زمان عنا يعني من وقت ما تأسس ببرنامجنا الأكاديمي كان موجود المسار البحثي اللي هو المسار رشاش اللي هو معروف. نعم. رح يصير كمان في نفس الخطوة بس بغير اختصاصات. الماستر هو متفرع المهني، نحن اليوم عندنا 4 فروع بالماسترات المهنية اللي نحن استحدثناها، واللي هي أنا هون إذا بتحبوا فينا نعطي فكرة عنها، واللي هي بتلبي سوق العمل الحالية. يعني نحن حسينا من مسؤوليتنا بمعهد العلوم الاجتماعية إنه اليوم نشوف شو هي حاجة طلابنا لسوق العمل ونقدم لهم إياها بشكل أنه يتخرجوا من عنا ويروحوا على سوق العمل وشهادتهم يعني يقدروا يستفيدوا منها. مشاكل الطلاب دكتور؟ أغلبية مشاكل الطلاب أنه هن إذا ما بيكملوا دراسات عليا وبيروحوا على دكتوراه بكتير أوقات هن بياخدوا مستر وبيقعدوا بالبيت عن العمل. صحيح. فمن هيدا المنطلق معهد العلوم الاجتماعية هو معهد عنده دور جداً مثل ما قلت أنه فعال ومهم على صعيد المجتمع، لأنه بتعرفي هون إذا بتسمحي لي العلوم الاجتماعية نحن ما بنقول يعني العلوم الاجتماعية هي مجموعة علوم، يعني هلا حتى هي فيها اقتصاد، فيها اجتماع، فيها أنتروبولوجيا، فيها ديموغرافيا، فيها عدة متعددة الأبعاد. نحن اليوم نحكي عن البلوري ديسيبلينار اللي هو يعني حتى الاقتصادي يفسر الظواهر تبعينه، بطل يقدر يعتمد فقط على النظريات الاقتصادية، صار بحاجة للاجتماعي بشكل خاص. إذن هون مشكلتنا بلبنان وين؟ أنه عم بتقولي إذا ما تخصص دكتوراه وكمل دراسته بكون عاطل عن العمل، يعني نحن هون سوق العمل شو مشكلته؟ أوكي. مشكلتنا أنه سوق العمل اليوم بحسب بالتطور الاقتصادي والتغيرات الاقتصادية اللي صارت بالعالم، هو في عنا سوق عمل جديد والمهنة اللي كانت موجودة من قبل منا هي اللي مطلوبة هلأ. هلأ مطلوب مهنة أخرى. مشان هيك نحن بحاجة إنه نواكب التطور سواء كان الأكاديمي ولا سوق العمل ونشوف شو هي المهنة اللي مطلوبة هلأ ونلبي ونقدمها. من هالمنطلق نحن اقترحنا المسترات المهنية الجديدة تبعونا واللي بعطي مثل عليهم، يعني مثلا نحن كتير مألوف لذهننا الموارد البشرية. نعم. اللي هيومن ريسورسز. بس ما بعرف إذا حضرتكم بتعرفوا بالجامعة اللبنانية هذا الاختصاص ما كان موجود. نحن بالعلوم الاجتماعية نعتبر من أوائل الكليات اللي فتحنا موارد بشرية هيومن ريسورسز، وفي إقبال كتير كبير
من طلاب الشعب اللبناني، لأنه في وعي كبير عند الطلاب، لأنه هني صاروا يعرفوا أنه في اختصاصات هني بحاجة لها ولكن مش موجودة مش متوفرة. نحن هون عم نحكي عن الجامعة اللبنانية للأشخاص يمكن يلي ما لهم قادرين، عندهم قدرة معينة أو محدودة قدرتهم للتعليم. أي مزبوط. واللي هني كمان أنا بدي أقولك، نحن في عنا ثلاث اختصاصات مش موجودين ولا بجامعة خاصة، نحن بايونير فيهم. نحن اللي هني واللي هوني بدي سوري إني أقول شغلي، أهميتهم مش بس إنه هي الكلفة القليلة، هي أهميتهم إنه نحن مش عم نجرب نحافظ على أولادنا، ومش إنه إذا هني مش قادرين إنه يروحوا يسافروا أو نحن عم نقول لهم روحوا هاجروا حتى تاني تاخدوا هود الاختصاصات، نحن عم نأمل لهم إياها هوني. مثلا مثل هندسة المشاريع، الاقتصاد الاجتماعي والتعاضدي، هيدا بتعرفي في هلأ شيء جديد بالعالم موجود، هو مفهوم مشاريع تخطيطي، هي مشاريع تعاضدية، يعني هي بيبقى ما لها إطار قانوني، وإنما هذه مشاريع تبتكر تخلق من أجل إيجاد حلول لمشاكل واضطرابات معينة، يعني نظراً للحاجة أنت بتخلقي هيدا المشروع، وما بتكون الدولة هي اللي عملته أحيان، يعني بتكون خاصة جامعات خاصة اللي هي مثل الجمعيات أو مثلاً هالمنظمات الدولية اللي بتجي لعنا بتقدم لنا مشاريع تمشين تساعدنا على التنمية جزء منهم. فنحن عندنا مستر اللي هو هيدا المستر اللي هو الأول بلبنان، استحدثني نخلي طلابنا يقدروا يكتسبوا كيف يقدروا هن يبتكروا مشروع يديروا ممكن يقيموا بهالإطار. هلا فيني أنت إلا التاني مستر اللي هو الإدارة الاقتصادية والاجتماعية. الإدارة الاقتصادية سريعاً إذا أمكن دكتور قبل ما ينتهي وقتنا. ذكر الإدارة الاقتصادية والاجتماعية هو بيتوجه للمؤسسات القطاع العام اللي بتعطي الطالب كل الإمكانيات اللي هي بتخليه يقدر ينافس أو يقدر يقدم على سواء امتحانات أو وظائف بالقطاع العام والخاص. عندنا الإرشاد والتوجيه النفس الاجتماعي اللي بيتطرق للاضطرابات، يعني بيتعامل مع الجماعات اللي هي سواء على صعيد مؤسسات أو على صعيد مواضيع أو اضطرابات علائقية بين الأفراد، واللي هون نحن كتير عايزينها اللي فيها يعني بتحكي كل شيء عن العنف، عن الانهيار، عن التوحد، عن كل هالمشاكل اللي ممكن نفس اجتماعية اللي ممكن نعوزها ونحتاج لها. نعم دكتور مرلان حيدر النجار، أهلا وسهلا فيك، شكرا لكم أنكم عم تقدروا تلبوا تطلعات الشباب والطلاب لحتى نلبي حاجة السوق ونكون حالنا لمستقبل أفضل. أهلا وسهلا فيك. أنا كمان بتشكركم كتير، وإن شاء الله نكون إنه قدرنا نوصل مساج أكيد. شكرا لك. يا هلا مشاهدينا.